فضلي أجري. لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري، لا أدري في جسدي دم أم حنظل يجري. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي، من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي. كل المرايا كل المرايا تظهر الدمعة من قهري. يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي، حررني ولو لحظات. لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي، حررني ولو لحظات. لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري. كيفك أمي؟ الحمد لله يا أمي. الحمد لله أمي الحمد لله. أنا صار لازم أروح، حبيبتي عيريني ألمك. هذا رقمي، إذا احتجتوا شي حاكوني. يسلموا. يلا بخاطركم. مرام كتر خيرك، ومنشان إجرة العملية صلي على النبي أم صبحي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة. أمي دخلك ليه ما أختي عم بوصل لدرتك؟ فيها الخير أكتر من أبوك. لأنا عرفانة حالة شو مساوي. أنتوا ليش مو مصدقين إني مالي عتبانة عليها؟ هي ما اجت لهون على البيت وتجوزته لابوكي. الطريق اللي ماشي فيه ابوكي هو اللي خلاه يتجوزها، ولو ما تجوزها هي كان راح يتجوز وحده غيرها. امي شو ما قلتي بكرهها؟ كل الحديث ماله طعمه، خليني اقوم استرجع كم ساعه السياره احسن. لك معقول انت؟
صار لي ساعة عم بحكي لك وعم بشرح لك وما اقتنعت. خلص طالما حطيت فكرة براسك بتمشي فيها ليش؟ يبا بكره الايام بتثبت لك انه حكي صح. السلام. رايح؟ سويت لك قهوة اقعد اشربها. اسمعي لأمي، هي الحركات وشغل السلم من تحت لتحت بتعمليها لما بكون أبي موجود، بس لما ما بيكون هون خلي حكي مع المجهول. فهمتي؟ سلام. عيسى شو هالحكي اللي سمعته؟ وشو بتقصد فيه؟ ما جاوب على شو بتقصد؟ ولا شيء. إذا قصدك على بيعة البيت فهي القصة عندي، لا سعاد ولا حدا غيره له دخل فيه، تفهم؟ استنى، بعت البيت بطلت عنا، دبر حالك. إذا مرة تانية بسمعك عم تقلل أدبك مع خالتك لا تلوم إلا نفسك. أمد إني أنا ما كان بدي هيك، أنا كان بدي إياه يبيع البيت ويفرج على عيسى، بس ما رد علي. ليكي بتصدقي بالله إني ما تضايقت إنه بابا بهدل هيسى، بس أنا خايفة إنه القصص تكبر أكثر من هيك. اسمعي لقلك، أنت بتحكي مع بابا وبتهدي وأنا بحاول هدي هيسى، يلا إن شاء الله خير. يا الله، واخيرا رح تصير الغرفه كلها الي لحالي وما حدا رح يسالني شو عامله وشو ناكته وشو مبطخه. اي بتتهني. ويا ستي اذا هالغرفه ما رح تصير مثل السقيفه بعد ما اروح عيبك علي. اكيد على قد مالي فرحه دلك لانك رح تتجوزي، على قد مالي رح استفقد لك. تستفقدي لها؟ لا تخافي ما رح تلحقي تستفقدي لها، بكره كل يوم والتاني رح تلاقيها مخفقه بوشك. لك تعودت شوفكم كل يوم وكل ساعة، فراقكم صعب علي. يو لا دخيلك، ها هيك عم تفاولي علينا نعنس. طب هي أنا ضامنتيني عندك طول العمر، ما بكفيكي وحدة؟ لك دخيل قلبك أنت، ولك أنت أحسن وحدة عندي بالدنيا كلها. لك والله اليوم اللي ما بتصبح فيه بوشك والله ما بحس بيه من عمري. أيوة دراما على الأصلي، يعني مو ناقصكم غير موسيقى تصويرية لحتى تكمل معكم. إيش بكم خلوكم فرحانين بالغرفة اللي صارت إلي لوحدي. أيوة يعني أنت ما فرحتي لي إني رح أتجوز. لكن بلا شلون يعني ما فرحت لك لك جدبة، بس فرحانة بالغرفة أكتر. غليظة. مثل ما قلت لك معلم، ما بنزل إلا للشديد القوي، شغلي واقف والعجقة مثل ما أنا شايف. الله وكيلك، الله وكيلك، أكثر الناس بتخاف تطلع من بيتها. أنا لولا الضروري ومضطر أنزل على شعبة تجنيد خلص وراء ابني من العسكرية والله ما بطلع لبرات بيتي أنا. ومنزل ومنزل شوفي. ومنزل انتزعت السيارة، بطلت اشتغل، اجتني جلطة، بس انزل مشان الله. كيف بلاك عني مشانه؟ لا الله، هلا ما طيرت من الناس عولة، لا حول ولا قوة. وانا اصلي الزبون كتر حكي. رغد رغد، بسم الله عليك. رغد شبك شبك، ما في شيء، بس فيك تعبان. قوم قوم معي، قعد لجوا، ما احسن افتح الباب. شوي 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 شوي، ما فيني شيء، اصبر ما فيني شيء. تعال شوف. بسم الله بسم الله. صح فهمني شو صاير. قلت لك ما في شيء، بس تعبان شوي. طيب انا دقيت لك ما رديت، ليش ما جيت على الورشه؟ كنت عم امشي. ايوه
شو يعني كنت عم امشي؟ بدك تترك الزلمة ياخذ نفس شوي. طلعت الصبح وصرت امشي 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 ولقيت حالي هلا هون. طيب وشك اصفر، اكيد ما نك اكل شيء من الصبح. ما نجوعان بس بدي اشوفها. بدي اشوفها. ايه خلص محسن جيب لها انت عصير من فوق على السريع. يلا 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 هات لشوف، فهمني شو صاير. يلي عملتوه غلط. هذا اللي صار. المهم خلصنا من هالمصيبة. المصيبة مو بس حمل نورا، المصيبة انكم انتو استغنيتوا عن كرامتها وعن حق المعنوي. المصيبة انه هذا المجرم لساته موجود بالشارع، ممكن يعمل نفس الشيء مع اي بنت تانية غير نورا. ما بستغرب ابدا انه اهل البنت التانية يتصرفوا بنفس الطريقة. انت سمعت بإذنك يا استاذ، نورا هي اللي ما بدها نشتكي للشرطة. نورا صغيرة وما بتعرف الصح من الغلط. شوفي يا بنتي، انت لازم تعرفي انك انت ضحية ومانك مذنبة ابدا. لازم تواجهي الناس والشرطة. بعدين الحق عليكم انتم، ما اعطيتوها حب وحنان وما اهتميتوا فيها لحتى تاخذ القوة وتقدر تواجه الناس والمجتمع والشرطة. والحل ابدا هو انه نحن ندفن راسنا بالرمل. كان الحل انه تضل فضيحة ملاحقتها للبنت وملاحقتنا طول العمر. اذا ابوها اللي هو ابوها قال عنا كذابين وقال انه انا وبنتي اللي مرتبين للموضوع، مين اللي بده يصدقنا؟ مين؟ سلامتك يا بنتي، سلامتك. يلا هنا. ما بدك ترجعي تجي لعندي؟ ما بعرف بس هلأ تعبانة مو قدراني. خلص أنا رح صير زورك كل يوم. أهلا وسهلا، بتشرفي ست إنعام، البيت بيتك. يلا خاطركم. الله معك. الله يسلمك. ديري بالك. إن شاء الله. صار عمري 35 سنة. تصوري سعاد جيب صبي يروح على الجيش. وشو رح يعرفهم انه رح يصير عندك اخ صبي؟ لك شو رح يعرفهم؟ ما انا كل سنة بروح باجي العسكرية على اساس اني وحيد. تخيلي تعمى جيب سعاد صبي بطل وحيد. وحيد لامك. لك وين امك؟ عمى والله راحت عن بالي. صح. طب شو بدك تساوي بهالحالة؟ إذا سعاد حامل بصبي لازم تنزله. أعوذ بالله، شو الحكي اللي عم تحكي؟ ما بشوف سحرها. أنت مستقلة روح الجيش هلا بهذا العمر وبهي الظروف. هبة إذا صار هيك أنا بتدمر حياتي. وانت شو المبلغ اللي ممكن تأمني لي؟ ما تزعل مني، مو هيك المشروع رح يمشي. كيف لك؟ انت اول شي قرر شو بدك تشتغل، بعد بتختار المحل اللي بتلاقيه مناسب لهالمشروع، منشتريه ومندوكره ومنعمل اللي بدك اياه فيه. بس حبيبي المحل ده يتسجل باسمي. ها بلكي المشروع كان بده راس مال دوار بالسوق. مثل شو؟ ما بعرف، يعني ما في شيء محدد ببالي، بس يعني فرضاً لقينا مشروع تجارة جملة، هذا يعني إنك لازم تحطي تحت تصرفي رأس مال لحتى بيع واشتري فيه. حبيبي أنا بفضل مشروع يكون في شيء ثابت لحتى إذا لا سمح الله ما مشي الحال ما نكون خسرنا كتير. قصدك دكان مثلاً أفتح سوبر ماركت، ألبسة، موبايلات، هيك شيء على المنوال هذا؟ تمام يا عيني عليك. اسمع لقلك، هلأ بهيك حالي إذا المشروع ما مشي حاله ما منكون خسرنا غير حق الديكور والبضاعة الموجودة بالمحل، صح؟ يا حبيبتي يعني بس هيك مشاريع مسقوفة، يعني بين البقالية والبقالية في بقالية، بعدين شو بدها تجيب لنا آخر الشهر؟ 30,000 ليرة؟ اي الله كريم، بعدين أحسن من معاشك، بكفي محقق استقلاليتك ومريح راسك، مو أحسن؟ اي بس يعني مو هذا المشروع اللي عم بطمح له، مو معقول أقضي حياتي ورا ميزان عم بيع كيلو رز وكيلو سكر وعلبة شامبو. حبيبي أنت ليش حصرت المشروع ببقالية؟ وقت ومعنى، دور
وفكر وشوف بالبلد واختار أي شيء بيناسبك وبيريحك. أما شغلة رسمال دوار بالسوق ولا ما حبيتها. خايفة مني؟ لا أبداً حبيبي، أنا لو خايفة منك ما بقترح المشروع أصلاً. أنا خايفة من هذا السوق اللي عم تحكي عنه، من الناس، من أولادين الحرام توقع بين إيديهم، وخصوصي هالأيام الأحوال صعبة والناس عم تاكل بعضها. بالفعل بيستاهل اشتريله ماكينة جديدة وحتى تحت تصرفه، يوم بيجي على الشغل وعشرة لا. والله يا إبراهيم أنا بالي مشغول عليه، الصبي طلع من الصبح ولحد هلا مانو مبين. أمي حدا منكم يتصل فيه بس لنعرف وينه أو شو صاير معه. أنا رح أتصل فيه. شو بده يكون صاير عليه يعني؟ أه؟ خاطينه مثلاً وطالبين فدية؟ لك حدا بيورط حاله بهيك ورطة؟ لا تخافي، لو صاير عليه شيء كان وصلنا خبر بنفس الساعة. هلا لا تفاول عليه. إيه أمي شو صار معك؟ عم بيرن. ألو؟ ألو، كيفك راغب؟ أهلين، منيحة، أنا منيح، في شي؟ لا ما في شي، بس انشغل بالنا عليك، طالع من الصبح ولهلأ ما رجعت. ما ينشغل بالكم، ما فيني شي، يلا شوي وبرجع أنا إن شاء الله. الله معك. إيه أمي، طمنيني شو قال لك؟ إمتى جاي؟ قال شوي تانية وراجع. الحمد لله. طمنتي علي ستي؟ إيه؟ هاي طلع ما في شي مثل ما قلت لك، ما في خواص. عقله مو مريحه، عقله بالرفقات والعلاقة اللي بصدي. وبتقولي لي ليش ما بتشتغلوا ماكينة مثل الغازي؟ دخيلك ودخيل ابنك على هالخلفة. ما كان بظني ظهري تتعني، ما كان بظني ظهري تتعني، صرت أشك بكل الناس خياب تظني. صرت أشك بكل الناس خياب تظني. إلنا الله والقلب مجروح، إلنا الله والقلب مجروح، واللي جارحني يا ويلي هو حبيب الروح، واللي جارحني يا عيني هو حبيب الروح. يا جماعة هيك ما رح نوصل لحل، رح تخلص العدة وينثبت الطلاق وينخرب البيت. انت بتقترح انه يكون الحل على حسابي؟ يا ماما انا ما حكيت هيك. هلا ما بدنا نضحك على بعض، ابوك عنيد وما رح يتنازل لو شو ما صار. عنيد خليه عنيد لحاله، ماما ما غلطت معه بشي، يلي بده يساويه ساويه خلص بقى. يا جلال اذا في بيتمك كلمه منيحه اقولها ما في سكوت احسن. انت بايحه عم سكتني، الموضوع بيخصني مثل ما بيخصك اكثر. خلاص خليك تحكي لما بزين تصرفاتك بالمعمل وبرات المعمل. سلوان جلال هلا مو وقت هالمناقرة اللي ما لها طعمة. جلال إذا بدك ياني يكون رضياني لا تحكي على أبوك إلا بكل أدب واحترام. بابا واحد أناني وما بهمه غير نفسه. جلال سلوان عود. ماما لا تغلط، لا تخلط بين مشكلتي معه وعلاقتكم فيه. هو بالنسبة إلكم ما غلط معكم بشيء ابدا. كيف وقت اللي بيكون عم يغلط معك ما بيكون عم يغلط معي انا؟ حبيبي اذا بدك تساعدني لازم تغير طريقه حكيك وتفكيرك بابوك، غير هيك بيصير في مشكله بيني وبينك. جلال عود. ماما هلا شو بدنا نساوي؟
التاكسي لو سمحت. شلون يعني ما تتحركوا بالليل؟ حالة إسعافية على المستشفى شلون يعني؟ ما فهمت. طيب راح أطلب إسعاف. شكرا شكرا. توجعتي بالعملية؟ شو بكي ماسك الموبايل؟ ما اتصل مع انه قال لي انه بده يدق يطمن علي. طب بركي انشغل. بجوز يعني انت شايف انه صح بهالظروف هي نضل انا وياك مختلفين وقلي لقلك؟ انت ما عم تحترمني بس بدك تعمل علي معلم. هذا الكلام مو مزبوط ابدا. طيب فيك تجاوبني؟ انك تحكي على ابوك بهالطريقه هي صح؟ فوتك على بيوت الدعاره صح؟ تصرفك مع منى صح؟ طيب مثل ما بدك يا جلال، بس بدي اقول لك شغله مشان منى. اذا بدك تضلك عم تتصرف معها هيك ابوك مصر يصرفك من المعمل، لذلك بعد عنا احسن لك. وانت ابوك بتعرف اذا حكى فعل. خلص يا عمدي راجع شغلك يعطيك العافيه. لك ما في قهوه بهالمديريه بتنشرب غير قهوتك. ان شاء الله صحه وعافيه. على قلبك. شو كانه خالتكم ام صبحي زعلانه من شيء مو هيك؟ شو هالحكي؟ وقفت على ام صبحي، هالمديريه كلها ما عادت مثل الاول، الناس فيها مدري شو صاير لها. ايه والله معك حق، كثير متغيره. كل هاللي عم يصير بالبلد وما رح تتغير المديريه؟ مزبوط، يا لطيف شو كنا مبسوطين بالاول. بس انت بالذات بحسك مبسوط على طول، سبحان الله ما بتعتل هم شيء. يا ريت، يا ريت تكون مثل ما عم تقولي. بتعرفوا؟ هو في شيء متغير بهالمديريه، احزروا شو هو. شو هو؟ لك سحر رجعت من شهر العسل ودعوة ميتة. هاد حكوا لسه قلبين لي اياها غم. هو فعلا اهم شيء لازم نعرف اخبارها لسحر، وما قريناها على الشريط العاجل على فكره. طب احذروا شو؟ لازم نطلع نبارك لها. لا دخيلك، هلا بدنا نطلع ونسمع اخبارها وشو جاب لجوزها وشو هداها ما بدي. كل صبايا المديريه طلعوا باركوا ولا ان شاء الله بس 10 دقائق. لك انا بطلع بس على مسؤوليتك. ها؟ ايه موافقه. وإذا ضايقتني بشي كلمة بدي اسلخ بوكس خلي جوزها بحياته ما يتطلع فيها. شو أبو اللول؟ شرب قهوة شرب. طيب يلا سبعيا قوم يلا. شو؟ ضريبة بوكس ها؟ بس أبوها كل شيء رح يكون بخير. شوفي شو عم فكر بنورة. مين عنده قلب يعمل هيك بطفلة مثلها؟ ما بدك تحكي بالموضوع؟ ما عندي شيء احكي. ليش هيك البشر صاير قلبهم قاسي؟ ما فكر قبل ما يعمل عملته شو بده يصير فيها؟ هذا واحد مريض وبده علاج. لازم حبس وضرب بالكرباج ليموت. معقول انت خرجت كلية التربية وتفكري بهي الطريقة؟ حبيبتي القانون بياخد حقه. لما الموضوع بيوصل لحدا بيخصك بصير تحكيم العقل صعب. على كل طالما الكبت موجود رح يضل الاغتصاب موجود. صح، بس في اسباب كتير تانية للاغتصاب. يا ريت يعطونا نورا نربيها. شو قلت؟ حبيبتي نورا ما أنا بنت صغيرة لحتى نربيها. نورا كبيرة ومسؤولية، احنا ما نقدر. ما لي نصيب. فرحت بهالبنت كم يوم ما كملت معي. المرض بيخلي الواحد تقيل على اللي حواليه ما هيك؟
لا حبيبتي مو صح، هذا امتحان بيخلينا نحن كبشر نعرف لأي درجة نحن قادرين نحب ونعطي. ونورة امتحان لإلنا، حاولت ترجع لنا. مرحبا. أهلين حكيم. أهلين. بدي أسألك، عم تحسي شي بآثار جانبية للجرعة؟ يلي بقصده، عم تتحمليها ولا نخفف التركيز شوي؟ ما عادت كتير تفرق. عليك العافية. قضيت نص السفرة عم اتسوق، شنتاي هالقد ها، كلها لبس ومكياج. حلو، احكي لنا عن نص السفرة الثانية، وين قضيتي؟ المنتجع يلي نزلنا فيه 10 نجوم، وقت ما ننزل على السوق نفطر حب، نتغدى حب، نتعشى حب، وإذا بدكم قلنا يومين نطلب الأكل فيهم على الغرفة. يا سلام على هالمستوى. لا مسلمينا مكتبة المديرية. صباح الخير. أهلين أهلين مس، صباح الخير. ما بدك تنزل على الورشة؟ أنا حكيت مع أبوك مشان الماكينة الجديدة إلك، ولأنه حضرتك مبارح ما نزلت على الورشة مسكها وحدة وضاج علي، وأنت بتعرف إنه أنا وأبوك. يا علينا مين لسه الدنيا الصبح؟ خلاص هلا بلبس وبنزل. وين كنت كل الوقت مبارح؟ أنا ما عدت أعرفك، ما عدت أعرف راغب بكري يلي رضعته 4 سنين. وينه راغب اللي كانت كل ما تيجي عيني بعينه كان يضحك من كل قلبه؟ شو اللي صاير لك يا أمي؟ شو اللي صاير لك؟ اللي مسودة الدنيا وشي يا أمي؟ دائماً بتجاوبني نفس الجواب، بس ما بتقلي ليش. احكي يا أمي، في شي اللي قلبك بترتاح؟ انت خايف ما اسمعك؟ خايف ما افهمك؟ حوح يا بردي، اشقش حطب ما عندي، ما عندي إلا راغي، غيره ما بدي. حوح يا بردي، أشيش حطب ما عندي إلا راغي، غيره ما بدي. تذكر يا أمي لما كنت صغير كنت تفيق من النوم بردان، تركض لعندي ضمني تغمرني وأنا غني لك نفس الغنية. تذكر من وقت ما عدتي غنيتي لي هالغنية ما عادت الدنيا حلوة. يا ريت يرجع هداك الزمن وترجع هديك الأيام وارجع صغير ويرجع أمي صغير. يا أمي شو صاير معك يا أمي؟ احكي لي يا تور، احكي لي. صار الغلط يجر وراه غلط، لو وصلت لغلط ما فيني صلح. ما في غلط ما بيتصلح يا امي، ما في غلط ما بيتصلح. احكي لي، خليني ساعدك. لازم تحكي لي، غير هيك الغلط ما بيتصلح، راح تضلك تعبان. أنا غلطت مع نورة، أنا
فرجت معلم فرجت. هلا قلي كيف دبرت حالك؟ انا بعجبك سيدي بعجبك. انا لما رحت على الكازيه ما رضيوا عبولي قنينه وورجوني قرار منع التعباي الا بالسياره مباشره. وانا نفس الشيء ما رضيوا عبولي. لك منين جبت البنزين؟ شوفير سوزوكي طالع من الكازيه فقسته 100 ليره فوق حق البدون وسحبت البنزينات من سيارته. خير معلم في شيء؟ حقيقة بدي شغلة بس خجلان منك. ولو معلم أمور؟ نسرين طلع لها قنينة غاز من المديرية بدي إياك توصل جيبه. مو تكرم عينك حبي البدن بالسيارة وبوشي على المديرية يا الله. الله يعطيك العافية. روح البيت ونزل على شغلك بالورشة. شو رح نساوي مشان نورة؟ كنت تسأل حالك قبل ما تتصرف مثل الحيوان. ورفيقك هذا غازي لسه حسابه عندي حسابه عندي. غازي شو دخله غازي؟ بكفي انه راح معك. ولو ما كان حيوان بدلك ما كان خلاك تعمل اللي عملته. بوس ايدك بوس ايدك يا عمي. غازي معيش امه عم يصرخوا على عائلته ما له علاقة. هو قلبك حنون قلبك حنون. ساكن على صدر الوجع والقهر بني ابكي اصرخ انفجر قول خسارة هالولد اللي روحته نورة. لك شو كانت المشكلة لو خلينا وسجلنا على اسمي واسمك؟ أنا عم واكلم. إيه أنا بربي ما بدي من حدا شيء. لا أنت مستسهلة القصة مو معقولة. ولا لتكوني شايفة مبارحة شي فيلم أجنبي. ما بعرف ليش كل شغلة هيك عنا معقدة. إيه مو أحسن ما تعمل كورتاج؟ أنت بتعرف هيك عملية لبنت بعمرها شو بتعمل فيها؟ طيب شو ساوي أنا؟ شو ساوي؟ أنا غلطت شيء؟ لك ما غلطت بس عم بقول لو خلينا هالولد كنا ربينا أنا وأنت. حتى لو كان هالحكي بيزبط هلأ مشي الحال بقدر كمل أكلين. كول كول. يسلموا إيديك يا البنات. ما كان في داعي تعذبي حالك. لا ولو عذاب شو؟ حبيت نشرب مع بعض فنجان قهوة. بتعرفي لو سبقتي بس ساعة كنت شفتي لأبو وعد. أنا حكيت له عنك كتير. يا خسارة مالي حظ شوفه. أبو وعد رجال آدمي بس حظاته قلال. هو بيشتغل بمطعم على المجلة وبسبب الأزمة نزلوا له معاشه. معلش أحسن من بلا بهالظروف وأحسن من قعدته بالبيت. صدقيني بحياته ما قعد بالبيت وما عنده مشكلة يشتغل أي شيء. همته عالية ونفسه هنية. باين انت ماما بتحبه لبابا كتير. رب العالمين بس اللي بيعرف قديش أنا بحبه. بس صدقيني القلة دبحتنا دبح. يلا بالإذن تفضل.
تضايقتي من حكي امي؟ لا حبيبي بالعكس، انبسطت كثير انه الماما بتحب بابا. صدقني لو الظروف احسن من هيك كنت عزمتكم كلكم على عرس اختي. عرس اختك؟ يعني هو مو عرس، ما في حفله كبيره، جمعت اهل صغيره. بتعرفي بحياتي انا مو حضران حفله الا على التلفزيون. لسه بكير، لاحق تحضر حفلات كثير. شو بنا؟ رجعنا نتشاقى؟ يا الله لو شي مرة تاخديني احضر شي حفلة. تكرم عينك. تعال عندي، انت اليوم ما عطيتني عبطة. رح اخدك على احلى حفلة. مشروع مشروع، يعني انت مثل شو مفكر تعمل؟ لك يا رجل انا عم بسألك، انت اقتنع لي. طيب شو رأيك نشتغل كلنا مع بعض؟ منه بصير معنا مبلغ محرز، بيعمل مشروع محرز. شريكي ما بيرضى، ما بده حدا. جهاد فهمني شو القصة، ليش عم تحكي معي بالألغاز؟ ألغاز شو؟ عامل لك واحد معه 3-4 ملايين وحابب يشغلهم، راس مال من عنده والشغل علي، لذلك انصحنا بشي قصة. يعني 3-4 ملايين؟ لك شو بدهم يعملوا بهالأيام؟ بعدين أنت يا بني آدم ضمنان إنه بعد ما تأسس له المشروع للزلمة ما يصرفك ويجيب حدا غيرك؟ ضمنانه 100%. بهالايام شغلي وشغلك هو احسن شيء، شغلي مضمونه وراس مالها شويه ورق. راس مالها شويه ورق؟ راس مالها. خلص 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 حبيبي، فهمت عليك. بدي اقول لك، طيب انت ليش ما بتفوت معه بقوه مثلا؟ شو بتقصد؟ خلينا نعملنا كم ضربه مرتبه بشغلنا انا وياك، وبتجمع فيهم قرشين حلوين. من ناحيه بتكبروا راس مالكم، ومن ناحية يا بني آدم تدخل معه الشريك بالشغل وبرأس المال، وما بيكون شرشك عبلاط مثل هلا. طيب ماما، انتي ما حاولت تقنعي انه يبطلع بعمار؟ بلا ماما، كتير حاولت وكتير طولت بعده. قبل ما تتزوجي كنت بتعرفي انه بيلعب عمار؟ لا ماما ما كنت بعرف، كان يقلي انه رايح العب ورق مع رفقاتي، بس انا ما كنت بعرف انه عم يلعبوا على مصاري. ماما إذا بطل ترجع تتزوجي؟ طبعا لا. ليه لا؟ مو أحسن من عمو أحمد؟ ماما أنا وأبوك تخانقنا لمرحلة بطلنا نحترم بعض، حتى بعد ما طلقنا ما تركني بحالي، ضل يضايقني لحتى صرت أكرهه كره العمو. ولا حتى مشاني؟ أنت بترضى أني أتجوز واحد أنا بكرهه؟ أصلا حتى عمو أحمد ما بحسك بتحبيه. حتى لو ما كنت بحبه، بس عمو أحمد شخص محترم كتير وبيحبني. أنت متمني أعرف ليش ما بحبني إلي أنا؟ تقبلني. كول كول. يعني نحن صرنا فترة عم نطلع ونفوت مع بعض، ولهلأ ماني قدراني أوصف علاقتنا بأي صفة. ولو يا سوسن نحن أصدقاء؟ أصدقاء أصدقاء، والله إذا بقى بتقلي أصدقاء بحمل حالي وبمشي. ها؟ انت مالك ملاحظ انه انا مهتمه فيك؟ ايه اكيد، وانا كمان مهتم فيك. مهتم فيني لانه حد يعني؟ يعني لحد اني عم افكر فيك بشكل جدي بصراحه. سوسن انا كنت ناطر هيك ظروف بيتكم تهدى شوي مشان احكي معك بموضوع الارتباط. عرسي وما بدك تاخدي إجازة من شغلك يا نسرين؟ حبيبتي ماني شايفة إنه في شي بيستدعي الإجازة، كل أمورك جاهزة، أصلاً ما في حفلة غير بيت عمو إبراهيم وأهله لوسام، ما حدا جاي لعنا. كل هالقد عندك شغل ما بيتأجل يوم واحد؟ حبيبتي مو هيك القصة، قولي لي إذا بدك مني شي معين باخذ إجازة وبخدمك بعيونك. ما بدك تروحي مع أختك على الصالون وقت اللي بدها تساوي مكياجها وشعرها؟ خلص أمي بس أرجع من شغلي بلحقها. خلص خلص، أصلاً أنا بكرة مالي رايحة على المعهد ورح كون مع رؤى من الصبح. نسرين هي الكبيرة وبيضل رأيها مهم. خلص عن جد لا تعملوا منا قصة، بكرة ماني رايحة على الشغل.
بالنسبة لسليم أنا بثق فيه، بس المشكلة إنه هلا سيولة ما هون. وقديش صار لك عم تشغل مصاريك معه؟ أكثر من سنة. المبلغ محرز يعني؟ يعني حوالي 1,000,000. منيح. وأنا هذا اللي عم أقوله، يعني بنستنى شوي لحتى سليم يأمن لي المبلغ، بنحطه فوق المصاري اللي بدك تعطيني إياه ونكبر رأس مالنا. طيب ما قال لك قديش بده لحتى يرجع لك إياهم؟ ما بدي أضغط عليه. يعني زودة وفرقة كم شهر؟ ما بعرف لا إلي حل. طاري ناظر لتهدأ أوضاع بيتنا مشان يحكي معي بموضوع الارتباط. قلت لك من الأول ما كان لازم تخبريه. ولو ما خبرته كنا نقدر نقله تفضل لعنا. شو ما جاوبتيني؟ ما عندي جواب. ضيق بس لحتى تفكر. ماما من هلا تخلصي تفكير بجوز وائل غير رأيه. ليش هو مقتنع فيكي وبده يتجوزك ولا عصفور لاقطينه بالشبكة وخايفين يقوم يطير؟ يا ستي عصفور لاقطينه بالشبكة وكتير كتير خايفين انه يطير. لا إلي حل. مرحبا. علي ماما. علي حبيباتي. يلا الغدا جاهز. ما بدي أكل. ليش؟ هيك بطلت أكل من هون ورايح. يعني هذا ريجيم ولا أضراب؟ الاثنين سوا. شو القصة؟ الله يعطيكم العافية. الله يعافيكي ماما. شبه معصبة؟ جاي يا عريس. هلأ إلي جاي يا عريس بتقلب وشها هيك؟ ولا العريس مو عاجبة يعني؟ العريس رفيقة بالشغل الفهمانة حكيت له عن مشكلتي أنا وأبوك، هو عم يستنى لحتى تنحل المشكلة لحتى يجي يزورنا. يلا ماما غسله بما جاي الصفرة. يلا ابو خلونا نكسر. انا ماشي. ها السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. لا تاخروا. لا غازي. انا حكيت اليوم لامي كل شيء صار. شو حسين؟ ايه غازي سوي لنا شاي على السريع. يلا. ايه بتأمر. حكيت لأمي عن نورة ونزلتنا على بيتها؟ لك انت شو؟ جنة؟ بدك تخرب بيتنا؟ عملت عملتك بدك تورطني أنا؟ الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها. طيب وأمك شو راح تساوي؟ عمهلك أمي عمهلك. أمي ما راح تقلي لي شو بكي؟ حبيبتي روحي حضري الأكل لأبوك يا رب نصر. الله يرضى عليك. ما عرفتي شو بها أمي؟ لا والله ما عرفت شو بها. بكون راغب عمله شي شغله مع ابوك. ايه حلا تتعود ما بدك الهاد. ليش هيك عقل اخوك صعب؟ والله يا اخي من كتر شو دللته وهو صغير هلا ما عاد عجبه شي. المهم ما تكون زعلانه لدرجه ما نقدر بكره نروح على حفله رؤى. شو هالحكي؟ ما عرفتك انت ومهتم بحفله رؤى كل هالقد. ايه ستي مهتم. عندك مانع؟ لا ما عندي مانع، بس كنت بدي اياك تشوف حالك من كم يوم كيف كنت مالك مهتم ومكبر راس كثير. هلا المهم شوفينا شو الموضوع مشان ما تفقس روحك بكره. معقول ما نروح يعني؟ بيكون راغب مو رايح على الورشة أو متأخر مثل العادة وأبوك طالع خلقه. حلنا نتعود يا. احترت في امري لا
قالولي أجل لا أدري ما حالي أنا احترت في أمري لا أدري في جسدي دم أم حنضل يجري من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي كل المرايا كل المرايا تظهر الدمعات من قهري يا حلمي الغافي على الشرفات أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات أطلقني من سردابي حررني ولو أطلقني طائرة قد فلت من يد فوق حقول الحب والبسمات